أهلا ومرحبا بكم جميعا مع نقطة حوار جديدة. معي أنا اليوم محمد سيف النصر. مريم دجاني طالبة في الجامعة الأمريكية في لبنان طلبت من أستاذ علم الاجتماع إعادة جملة قالها، فكان رده كما روى الدجاني: لا تستطيعين أن تسمعينني لأن هذا الوشاح الغبي يغطي أذنيك، مضيفا: إن نزعت هذا الحجاب ستتمكنين من سماعي بوضوح. وعندما رفض الدجاني تعليق أستاذ علم الاجتماع قائلة: هذا رأيك الشخصي ولا يحق لك التهجم علي، أجابها أنه لا يتهجم عليها بل يتهجم على كل المحجبات بالمجمل. العشرات من طلاب الجامعة تضامنوا مع مريم ونظموا تظاهرات أمام المدخل الرئيسي وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات مناهضة للعنصرية مطالبين بمحاسبة الأستاذ الجامعي. كما أثار الموقف غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وأصبحت هذه القضية من أكثر الأمور نقاشاً بين طلاب الجامعة خلال الأيام الأخيرة. الجامعة من جانبها أعلنت أنها تحقق في الواقع بمنتهى الجدية، لكن هذه القصة تثير تساؤلات عما إذا كانت حالة مريم واقعة فردية معزولة، أم أن التمييز والتضييق على الآخر بسبب خلفيته الدينية أو العرقية قد استشرى في المجتمعات العربية ليصل حتى إلى أرقى الجامعات والمؤسسات الفكرية والأكاديمية. ما رأيكم أنتم؟ هل تمثل قصة مريم حالة فردية معزولة أم انعكاسا لواقع نعيشه؟ هل انتقل التمييز إلى قاعات أرقى المؤسسات التعليمية والفكرية في العالم العربي؟ وكيف يمكن مواجهته والحد منه؟ شاركونا هاتفيا على رقم 00-44-20-31-62-00-222 أو عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت أو على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وجوجل بلس. هذه بعض من نماذج المشاركات التي وصلت على صفحاتنا في إطار نقاش وحوار اليوم، ويتابعها لحظة بلحظة زميلي حازم الخولي. مرحبا يا حازم. أهلا بك محمد. محمد، في الحوار الإلكتروني اليوم هناك كم كبير من الإدانات والاستهجان لما قام به الدكتور في الجامعة الأمريكية تجاه الطالبة مريم. في نفس الوقت هناك كم كبير أيضا من الإشادة والثناء بمريم لأنها قاومت بشجاعة كما قال البعض في الحوار، تمثلت في نشر ما تعرضت له من تمييز وإهانة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا في النهاية كما قال البعض سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة التمييز والعنصرية التي تنتشر في معظم المجتمعات العربية إن لم يكن كلها. سنتعرف على كل هذا بالتفصيل لاحقا في البرنامج. نعم يا حازم، طبعا الموضوع أثار ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرنا، لذا سنتعرف على تفاصيل أكثر من حازم لاحقا في ثنايا حلقة اليوم. لكن نبدأ بمجموعة من الآراء جمعناها بشكل تلقائي، ليست هذه عينة أو استطلاعا للرأي العام، فقط بشكل تلقائي سألنا طلاب لبنانيين عن رأيهم فيما جرى في الجامعة الأمريكية بين المحاضر والطالبة مريم دجاني. تعالوا نتابع ما الذي قالوه. تمييز مش طبيعي وغلط كتير، ولازم يصير فيه استحقاقات من قبل الطلاب ومن قبل مجلس الطلاب والمعنيين الوزراء. يا مسخرة، يعني ما في أكتر من هيك، يعني أقل كلمة تنقل مسخرة، وأكيد مش دكتور، يعني مسخرة لهالشي اللي جوا بالجامعة. لازم نحن نتقبل غيرنا لنقدر نطلع وننهض. شفنا بالغرب كيف على رغم تعدديتهم وكثرتهم والحروب العالمية اللي مرقوا فيها، هيهم نهضوا. ما لازم يصير صراحة ولا بالأيو بي ولا بجامعة تانية، أنه خلص أنه لازم كلنا نصير معودين على بعض. يعني بالجامعة الأمريكية، بالجامعة اللي أنه فيها كتير طوايف وفيها كل الأديان، أوكي، ما لازم يكون في أبدا، يعني لازم التلميذ يتاخد على كفاءته ولا على شيء، ما خص بقى الدين بالموضوع. أكيد عصبت على اللي صار مع الطالبة بالجامعة، لأنه غلط اللي صار، ما كان هيك لازم يصير، كان لازم يرجع يفسر لأنه عادي في لحظات هيك بتصير. أنا معه وما لازم هيك يصير، خصوصاً أستاذ من هيك جامعة، يعني ما لازم يصير معه هيك شيء، إنه عيب. نحن بلبنان وهيك شغلات ما لازم تكون، إنه ما لازم تصير هون، لأنه صرنا عايشين مع بعض طول السنين، قد ما بنتخانق بالدولة العالم بضل عايشة مع بعض مبسوطة وبيظهروا مع بعض. وما قطع عنا والله، أول ما أول سمع هيدا إنه الحجاب ممكن والله يأثر على السمع، فهو هيدا كان ناتج عن شيء بقلبه ضد البنات المحجبات. صار في تمييز عنصري بين البروفيسور والطالبة،
وهذا الشيء اكيد يعني مش مقبول بالجامعه، وصار في بروتست وصار في كثير اشياء تحت بالجامعه، وهذا يعني بدل انه نحن بنرفض هذا الشيء كطلاب كجيل الطالع، نحن بنرفض هذا الشيء. والحمد لله توفق ومشي الحال وبعث لنا الدين ايميل، يعني they're fixing everything والحمد لله. استهجان ورفض كما حدث أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في هذه العينة، لكن طبعا كما تشير التلميحات يعني القضية الأكبر هي مدى استشراء مثل هذه التوجهات في المجتمعات العربية وليس في مجرد مؤسسة تعليمية. لكن دعونا أيضا نحصل على آراء المشاركين معنا عبر الهاتف والمنتظرين على الخطوط، وأبدأ بمن أطلقت على نفسها بدوية الجبل. مرحبا بك معنا، أسعد بمشاركتك وعايز أعرف رأيك في ما تعرضت له مريم، شايفة إزاي هذا الموقف؟ أهلا وسهلا، أنا أحلل ما حصل مع مريم، وأنا أكند لها كل احترام، لأن هناك قانون حرية المعتقد في يجيز لكل إنسان حرية المعتقد في لبنان، ولكن أنا أحلل ما حصل بسبب الاحتقان الإقليمي والسياسي ضد ما حصل في داعش والتطرف الديني. أنا أعذر الأستاذ بتصرفه ولكن أخطئه بسبب استفزاز، خلق استفزاز وعدم احترام شخصية مريم. طيب يعني أنت شايفة أن ما حدث ربما نتيجة الاستقطاب في المنطقة والظواهر، ظواهر التطرف في المنطقة ربما أثرت على رأي الأستاذ، هل فعلا أنت ترين الأمر على هذا النحو، ولا دي مشكلة مجتمع، هذه مشكلة مجتمع عربي يعاني من آفة التمييز ليس فقط على أساس الخلفية الدينية لكن أيضا في أمور أخرى كثيرة؟ طبعا هناك تمييز على صعيد الاقتصادي، على صعيد التخلف التربوي. كنا سابقا كنا نعيش تعدديات طائفية مع احترام الآخر بسبب وجود الدولة، بسبب احترام القوانين، كان كل إنسان يحصل على حقه دون تمييز. ولكن نحن هنا نعيش في لبنان حقا نعيش تمييز في حتى في تطبيق القوانين. نعم. وهذا مؤسف، هذا مؤسف جدا. وأيضا نعيش التمييز الاقتصادي، الفقر، تكاثر العائلة، هذا يخلق ندرة في الموارد. نعم. وهذا يسبب التضييق على الفرد العربي من كل الجهات، إن من جهة العائلة حتى في داخل العائلة هناك خلافات ليس بالضرورة تكون طائفية أو دينية أو عرقية، تكون خلافات فردية أيضا بسبب ندرة الموارد، بسبب الفقر. تمام، يعني مشكلة ظروف يا بدوية. شكرا لك على هذه المشاركة بدوية الجبل. وأسأل عبد الرحمن دياب يهاتفنا أيضا من لبنان، ما رأيك يا عبد الرحمن، هل تتفق مع بدوية أن المشكلة مشكلة ظروف تمر بها المنطقة وتمر بها المجتمعات سواء سياسية أو اقتصادية، ولا شايف أن في أصلا أزمة في المجتمعات العربية تقود للتمييز؟ نعم، المجتمعات العربية كلها تعاني من التمييز، التمييز في عدة مراحل وعدة طبقات وعدة مستويات. منها التمييز اللي اتفقنا عليه انه المادي والديني والمذهب، وانتقلت من هذه المادي والديني الى اشياء اصغر، اصبحت المذهبي. بعدين انتقلت كمان من المذهبي اصبحت الى المريدين، يعني انت تريد الشيخ الفلاني وانا اريد الخوري الفلاني وهذيك تريد الولي الفلاني الى اخره. فكل ما القصه عماله تصير كثيره اكثر. وهذا الاستاذ اللي عمل هيك هو في الحقيقه انسان معقد، بدي اقول عنه، ما بدي اقول عنه شيء اكثر من هيك، ولا التعليم. طيب
يعني هذه النقطة بحب أنا أقولها. طيب توصيفك طبعا للأستاذ يا عبد الرحمن اسمح لي على العهد عليك فيه، وأنوه لأننا نشاهد الآن صور للوقفة الاحتجاجية التي أعقبت موقف الأستاذ الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت. الطلاب يحتجون، وبعض اللافتات حتى حملت عبارات لطالبات محجبات نحن نستطيع أن نسمع جيدا بالحجاب، يعني في إشارة إلى ما قاله لمريم. لكن خليني أسألك عن السبب، أنت عددت مظاهر التمييز في المجتمعات العربية وهي أمور لا يمكن أن نغفل عنها طبعا، لكن إيه الأسباب في رأيك؟ الأسباب أنه لما نطرح نحن النظام الديني في بلد ما، هذا النظام كلمة له سوف يتعمق في نفوس الأجيال وفي نفوس الناس الموجودين فيه في هالبلد. فهذا النظام الطائفي الموجود في لبنان قد تعمق لدرجة أنه أصبحت القصة أكثر من طائفية. كنا طائفية مسيحية إسلامية، صرنا طائفية إسلاميا في كذا طائفة، مسيحية في كذا طائفة، صرنا عنصرية، هذا أرمني، هذا كردي، هذا عربي، هيدا أشوري، هيدا إلى آخره. نعم. فالعنصرية كل ميلة عم تتعمق. هذه الأمور لا يحلها إلا النظام العلماني الحقيقي، العلماني يعني تحت معيار الأمم المتحدة بده يكون، مش أي معيار اللي كان. فهذا النظام اللي ممكن يحفظ لكل إنسان حقه وكل إنسان حسب كفاءته. تمام يا عبد الرحمن، انت شايف الحل في اتباع نظام علماني وعدم يعني اعلاء ربما دور الدين على الاقل في الناحيه السياسيه وربما المجتمعيه كما يعني المح من كلامك. عموما شكرا يا عبد الرحمن على رايك، وخلونا ايضا يعني نوسع دائره حوار اليوم ونضيف لهذا الحوار الآن عبر الأقمار الصناعية من بيروت الطالبة في الجامعة الأمريكية مريم الجمل، وهي صديقة وزميلة لمريم دجاني. وساهمت يا مريم أنت نفسك في الوقفة الاحتجاجية التي حدثت أمام الجامعة وشاهدنا صور لها الآن. خليني أسألك بداية، الجامعة أعلنت أنها قررت التحقيق في هذه الواقعة، يعني لماذا لجأتم إذن لتنظيم مثل هذه الوقفات الاحتجاجية؟ لماذا لجأتم لمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة هذه القضية بقوة طالما الجامعة حققت؟ ولا الجامعة تحركت للتحقيق بعد أن قمتم أنتم بكل هذه الأنشطة الاحتجاجية؟ يعطيك العافية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلي بدي أقوله نحن حكينا الجامعة ونزلنا مع الجامعة بهالمظاهرة بهالوقفة مع مريم. فلما نحن وقفنا كلياتنا وقفنا ونزل معنا عميد الجامعة. يعني فنحن نعم. مريم لما نعم تمام نعم. يعني الجامعة كانت متضامنة معاكم حتى في هذه المظاهر الاحتجاجية. طيب طالما الوضع كذلك والجامعة قالت لن نتهاون، وبالمناسبة بس للتنويه الجامعة حاولنا التعرف على رأيها لكن يعني قيل لنا من مسؤوليها أنهم يفضلون عدم الحديث الآن وأن هناك تحقيق جاري، لكن طالما الجامعة تحقق وتشارك حتى في الأنشطة الاحتجاجية، لماذا لجأتم لهذا يا مريم لمثل هذه الاحتجاجات ومثل هذا الزخم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة أو للتعريف بما حدث لمريم؟ نحن بعد ما مريم الأستاذ أزاها بالكلام وأزاها نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سمعي تفضل منعيد. بما أنه مريم أزاها الأستاذ، أزاها إن كان بالكلام وأزاها أساء لحجابه وأساء لكل التمثيل الديني إن كان بحجاب إن كان بتمثيل مسيحي أو حتى يهودي، نحن كلياتنا تضامنا ضد هالكراهية اللي صارت، نحن كلياتنا كنا ضد هالشي. فمريم لما حكيت مع الجامعة أول شيء وعبرت للطلاب تاني شيء، لأنه هيدي مسألة بطلنا كلياتنا، ما بطلة بس هي، بطلنا كلياتنا بالعموم. فمشان هيك نحن لما نزلنا مع الجامعة، نزلنا مع الجامعة وحكينا الجامعة والعميد كان معنا للآخر، نزل معنا وحمل معنا اليافطات، لأنه نحن هيدا اللي صار ما حدا بيقبله، لا الجامعة ولا التلاميذ بالعموم. فنحن لما نزلنا ضد هالشي كلياته.
نعم. نزلنا مسلمين، نزلنا مسيحية، نزلنا بدك نزلنا كل الطوائف، نزلنا محجبات وغير محجبات. نعم. نزلنا تضامنا مع فكرة نحن ضد التمييز. واللي حلو بالموضوع إنه نحن بهالطريقة ورجينا التلاميذ إنه واحد ما بيسكت عن حقه. وما بيسكت لما حدا يتعرض له بأي نوع من الكره أو التمييز. فمريم اللي عملته كان الحمد لله كان شيء كتير جميل، إنه هي لجأت للجامعة، والحمد لله إنه نحن بالجامعة عنا كتير بيدعمونا من هالناحية. صحيح يا مريم، والأجمل إن هي لم تصمت على حقها. نعم. نعم، ولم تسكت على حقها، وأنتم ساندتموها. ما صمتت على حقها أبدا. صحيح. والجامعة ساعدتها، لأنه هي شو صار. تمام. شو صار. خلينا نسمع رأي تاني يا مريم. أنا سأعود إليك، أنت معنا في هذا النقاش، لكن أيضا عايزين نسمع رأي الناس فيما حدث. جهاد فغالي من فرنسا، مرحبا يا جهاد. في أي إطار يعني ترى هذه الواقعة؟ هل تعبر عن واقع نعيشه في مجتمعاتنا العربية، ولا ترى الأمر أنه ربما في إطار أكثر محدودية، ربما تصرف بس من شخص واحد أو من أستاذ واحد؟ يا خليني أعطيك أنا الصورة على طبقتين. أول طبقة هي الجامعة، بالأخص الجامعة الأمريكية. يعني يمكن لازم نذكر المستمعين بكل الدول العربية أنه الجامعة الأمريكية هي كانت وبعدها نبع الثقافة والأفكار الحرة والتصرف العلماني. ولما يعطي أستاذ ملاحظة من هذا النوع لطالبة، تأخذ طابع كونه صادر عن أستاذ مش عن طالب آخر تجاه طالبة. بس نحن بدنا نميز، هل عم ندافع عن حق لبس الحجاب، هل عم ندافع عن الحجاب، أو عم ندافع عن حرية أنه تلبس حجاب أو ما تلبس، ما له يتعاطى مع أي شخص بهذا القبيل. أما إذا برجع على المجتمع اللبناني، هو أكثر مجتمع متنوع، أكثر مجتمع فيه الناس من كل الأطراف والفئات، واللي نحن فينا نعتبره تمييز هو بالواقع إسراء لمجتمعنا، هو ثروة لمجتمعنا بتنوعه. عشان كده كان من اللافت في مثل هذا المجتمع حدوث هذا التصرف. وأنا عايز أعرف رأيك، أنت شايفه ممكن في أي إطار؟ يعني ممكن هذا إطار تصرف فردي. تصرف فردي، والدليل أنه الصور اللي عرضتوها للي نزلوا وتظاهروا أو تجمعوا هم صبايا وشباب من كافة الطوائف. فيهم البنات اللي مش محجبة مهما كانت طائفتها أو دينها، وفيهم البنات المحجبة. وهذا الشيء بتشوفه بلبنان بالشوارع بالأسواق بالمولات بكل الأماكن. يعني ما فيها النفس بلبنان تجاه الحجاب أو غير الحجاب، والإعلام عليه واجب بتحجيم هيدا النوع، بدل يعني ما ينعطى صورة كأنها إثارة ومواقف وطرز للناس بين بعضها. أي تصرف خاطئ ممكن يحصل على سبب آخر، أما هلأ لأنه السبب حجاب وبيأخذ طابع دينه، ممكن يحصل على أولوية بالمرور أو أي شيء. صحيح. يعني هذا تصرف هو طبعا مرفوض، بس هو حجم وحجم موقف شخصي لا يتعدى ذلك بالنسبة للبنان أو للجامعات فيه، على الأخص الجامعة الأمريكية. تمام، شكرا لك يا جهاد، وأعود مرة أخرى لك يا مريم. وهو شايف الوضع يعني الموقف في إطار تصرف فردي من هذا الأستاذ. وأنا أسألك كطالبة في الجامعة وناشطة، هل تحدث أو هل سبق أن حدثت مثل هذه الحوادث، أو حتى حوادث ليست في نفس السياق لكن فيها نوع من التمييز عموما في جامعتكم أو على مستوى المؤسسات الأكاديمية في لبنان؟ بالتأكيد أنتم تلتقون بعضكم كطلاب وطالبات، ولما بيحصل حاجة زي دي الناس بتتكلم يعني. نعم، أنا الصراحة أنا ما سمعت بهيك قصص عن قريب، بس أنا اللي بعرفه أنه نحن هالمرة غير كل المرات طلعنا الصوت ورجينا الطلبة يلي حيصير معهم نوع من التمييز، رجيناهم لأن هن قادرين يلجأوا لجهات معينة وحيلاقوا الدعم، مثل ما مريم الحمد لله لقيت الدعم، ومثل ما هلأ عم تنبت القصة وعم يجرى التحقيق فيها. نعم. طيب يا مريم، يعني أنت كطالبة وناشطة، أنا عايز أعرف رأيك. نعم. تحديدا في أي إطار رأيتي هذا التصرف؟ يعني شايفة إيه دوافعه من أستاذ يفترض أنه أستاذ علم اجتماع، يعني هو أصلا اللي بيعلم الطلاب قبول الآخر والقيم العليا التي يجب أن تسود في المجتمعات، أنت شايفة إزاي؟ شايفة دوافعه، دوافع مثل هذا التصرف كيف؟ الدوافع أذى، ومنه شيء غير أذى، وشيء ما بنرضى فيه لا من قريب ولا من بعيد، وما بشوف في شيء غير الأذى بيطال الموضوع صراحة. يعني منه موضوع بس صار حجاب أو بس ديانة أو بس، صار الموضوع أكبر من هيك. هو حتى قال منه موضوع بس حجاب، حتى قال إنه إن كان مسيحية أو حتى يهودية.
فنحن هيدا النوع من التمييز نحن ما بنقبل فيه بأي انا عم عيد كثير انه نحن هيدا النوع من التمييز ما بنقبل فيه ومنطالب انه يروح ونحن طالبنا لانه هيدا شيء منا متعودين عليه ابدا. نعم تمام لا يمكن قبوله طبعا اكيد في يعني والمفروض وما مفروض نتعود عليه. تمام صحيح صحيح حتى يختفي من المجتمع. واسال نانا او اسال قبل ان اذهب الى نانا من مصر خليني بس اسال ام محمد من لبنان لانها انتظرت طويلا على الخط ثم سأذهب إلى نانا. أم محمد أنت تتصلين من لبنان يعني هل ترين الأمر في إطار تصرف فردي ولا في إطار مشكلة مجتمع؟ أنت تعيش في المجتمع اللبناني حدثينا من حياتك وتجاربك هل التمييز موجود وبقوة؟ هل تعرضت له؟ هل تأذيت منه مثلا؟ عم بيحكي حدا تاني. التمييز موجود موجود يقولك ما موجود 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 في أي صور؟ هو ما من حقه بكل شيء. هلا عدد الطوائف كثير بلبنان كل واحد بيقول لك انا الصح وغيري الغلط بس في عالم تحترم راي الثاني عرفت كيف يعني ما بقول لك اذا خي الدنيا في عالم تحترم. هلا نحن بالمنطقه اللي عايشين فيه جميع الطوائف طول ما انا عم بحترمهم بدهم يحترموني واذا حدا غلط علي ما بسمح له بس هو مو من حقه. هيدا اسلامنا واسلامنا بيصدر بالحجاب هي حره هي حره وما ما يعني منيح منها سكت له ما لازم ما حدا لازم يسكت له ما دخله بإشارة طب شايفة ليه نشاهد مثل هذه الظواهر في المجتمعات العربية يا أم محمد؟ لحظة مرة عملوا معي مقابلة لبنانية ما حطيني على التلفزيون لأنه سألتني سؤال وهو أنه طيب ما حرام البنت ما يكون عندها أولاد قلت له يعني كيف بده يكون عندها أولاد إذا هي منها متجوزة هيدا سؤال بيسأل؟ طيب تمام تمام ولم يظهروا المقابلة أصلا بتقولي لم يظهروا المقابلة ما حطوها صار حوار طويل يعني ما حطوها تمام طيب يعني حرام لازم يحترم الحجاب هاي إسلامنا بيفرض علينا الحجاب إذا وحدة تحجبت هي حرة هيدا شيء بينه وبين ربها هو ما من حقه. هل ترين أن قيمة احترام الآخر غائبة في مجتمعاتنا؟ كليا. تمام شكرا يا أم محمد حدثتينا من لبنان ونانا محمد من مصر تكلمنا هذه المرة وتحدثنا هذه المرة. نانا هل مشكلات التمييز ظاهرة وواضحة لديكم في مصر؟ حدثينا برضو من خلال معايشاتك. لا من خلال معايشتي مصر أنا كنت في مدرسة فيها كنيسة ما كانش فيه أي تمييز وصحابي كلهم من ديانة أخرى ما عندناش تمييز بسبب اللون أو الديانة يعني الحضرات الأحدين اللي انت بتسمعها مسلط عليها الضوء مصر 100 مليون ما عندناش تمييز على حسب الدين أو اللون وعندنا في مصر سودانيين ونوبيين وجنسيات أخرى لم أرى هذا التمييز. طيب إحنا على فكرة يعني بس على التوضيح لا نتحدث عن التمييز الديني أو لا نعرض الأمر ما حدث في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه على أساس تمييز ديني إحنا مفتوحين لكل الأراء وسؤالي طب التمييز عموما في المجتمع هل يعني لأن كثيرون يشتكون أن التمييز موجود في المجتمعات العربية رغم أن الديانات السائدة في المجتمعات العربية تحض على عدم التمييز لكن موجود هل في مظاهر تانية للتمييز في مصر مش شرط التمييز الديني؟ يعني ممكن حضرتك تلاقي مثلا التمييز على التفوق بيمنع التمييز يعني لو أنا متمكنة في مهنتي مش متميز عليها الآخر العلم يمنع التمييز نعم والتفوق يمنع التمييز وحاليا عندنا اول محافظ في مصر محافظ البحيره تمام سيده تمام وعندنا اكثر من وزيره سيده تمام طيب يعني ال 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 يعني البعض الاراء المسبقه او طيب يعني انا القوالب الافكار المقولبه عن بعض الفئات في مصر مثلا زي نكات عن الصعايده المزاح عن الصعايده مثلا لا ترين هذا في اطار التمييز حضرتك ده مش تمييز الشعب المصري شعب نكته لكن اكبر التجار في مصر صعايده تمام واكثر ناس تمام بس هنا الشعب المصري كله صاحب نكته
تمام، يعني في تسامح مع هذا الأمر. شكرا يا نانا على مشاركتك وعلى توضيحاتك، وأعود إلى مريم. مريم، يعني كطالبة وناشطة وقفت هذا الموقف مع زميلتها وترفض بشدة كما استمعت من حديثك هذا التمييز، شايفة إيه أسباب انتشار التمييز بشكل ما في المجتمعات العربية بشكل عام؟ لا نتحدث عن هذه الواقعة، ليه كتير في المجتمعات العربية في كل الدول تقريبا الناس بتشكو من التمييز بصوره المختلفة؟ ليه في تمييز بشكل عام؟ يعني بصور مختلفة، مش بس على أساس ولا ديني ولا اللهجة ولا اللون، ولا أنت شايفة أن فيه ولا ما فيش، ولا حاسة أن ما فيش؟ لو ليك رأي تاني تفضلي. لا أكيد فيه، أكيد فيه، خصوصي بالدول العربية، خصوصي بالدول العربية. لما نروح بالدول العربية ويفضلوا يوصفوا أجنبي على أنه يوصفوا عربي، لما نفوت على بعض المؤسسات ونلاقي أنه في مكان معين المحجبة ممنوع تتوظف لأنه حتكون هي حتبين من برا ممنوع، لما نفوت على بعض المدارس لاقي أنه تلاميذ ما لازم لا يحطوا الصليب ولا يحطوا على راسهم لأنه هيدا منو من حقوقهم أنه هن يظهروا دينهم، أنه منو نحن ما لازم، نحن مكان لازم ما واحد يظهر دينه. لا أكيد في تمييز على مختلف الأصعدة. طيب للأسف باختصار مريم، عشان في نقطة تانية بس، ليه يعني حتى الديانات، جميع الديانات تحض على عدم التمييز والمجتمعات العربية تهتم بالتدين؟ نعم أكيد. فليه طيب ده موجود؟ ليه المظاهر دي موجودة، مظاهر التمييز؟ ليه مظاهر التمييز موجودة؟ نابع عن كره، نابع عن حقد، منو تعليم حدا بيتعلمه بالتمييز؟ قاعدة تسألني لا شو سبب التمييز؟ هذا الشيء بيطلع، بينبع عن كره، بينبع عن أنه أنا شايف حالي أجدى وأحسن من الإنسان اللي قدامي، فأنا مني مضطر عامله بنفس الطريقة، مني مضطر عامله أنه هو إنسان مثلي مثله، مني مضطر عامله والله أني أنا وياه على نفس المستوى. فبينبع شيء من الذات أنه والله أنا عندي شغلة أنه أنا أفضل، وبينبع من أنه أنا بنتمي لناس أفضل منكم، فأنتوا منبوذين من المجتمع. وأنتوا كنتوا سبب بظاهرة معينة، وبيصير في نوع من التعميم يلي في فئة معينة تعمم عليها صفات معينة نسبة لقصة سردت أو قصة لإعلام سرد. فالإعلام بيلعب دور كتير كتير كبير للأسف. تمام يا مريم. طيب خليني أسألك بتعليم التمييز. يعني في محاولة للتعرف على الواقع في الجامعة عندكم بعد هذه الواقعة، هل تعتقدي أن العلاقة بين الطلاب والأساتذة تأثرت أو قد تتأثر بعد هذه الواقعة؟ هل ستكون هناك بعض الحساسية بين الطرفين رغم ذكرك أن إدارة الجامعة شاركت معكم في الاحتجاجات؟ إدارة الجامعة شاركت والأساتذة حتى تضامنوا معنا وصاروا يبعثوا، في البعض منهم يبعث تشجيعه معنا، وفي كتير كتير كانوا، يعني أنا عندي أستاذي قال لي إنه أنا كتير بدعم اللي أنتوا عم تعملوا، فلا كان الجامعة كتير الحمد لله متعاونة، وأنا بنظري هيدا اللي نحن عملناه هلا، نحن عملنا مثل للناس إنه يا جماعة حدا بيتعرض لكم هيدا منه شيء مسموح عنا بالجامعة، بتروحوا وبتتشكوا عليه، بتروحوا وبتاخدوا حقكم لأنه هيدا حقنا وهيدا ما المفروض يكون موجود بالجامعة. نعم، شكرا جزيلا لك يا مريم. مريم الجمل، الطالبة في الجامعة الأمريكية في بيروت والناشطة وصديقة وزميلة، زميلة مريم دجاني التي تعرضت لهذه الواقعة، شكرا على هذه المشاركة. والآن أعود مرة أخرى إلى زميلي حازم الخولي لنتعرف منه على تفاصيل الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا الحوار احتل مساحة قوية في هذا الموضوع. طبعا يا حازم، خليني بداية أسألك، كيف رأى المشاركون الموقف الذي تعرضت له مريم طالبة الجامعة الأمريكية وعدم صمتها على ما تعرضت له؟ محمد، كل المشاركات تقريبا في الحوار استهجنت التصرف الذي قام به الدكتور في الجامعة الأمريكية تجاه مريم ووصفته بأنه تصرف عنصري بامتياز، كان يجب ألا يصدر من شخص مثل هذا الدكتور بهذه المكانة وبهذا المستوى العلمي.
عن تحرك مريم ونشرها قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها الخاصة على فيسبوك. الجميع استحسن هذا ما قامت به مريم من فتحها لهذا العمل، وشكروها على جرأتها في الكشف عن هذه الواقعة، وقالوا إنها بذلك تساهم إلى حد كبير في القضاء على ظاهرة التمييز التي تنتشر في المجتمعات العربية. البعض حتى في الحوار طلبها بمقاضاة هذا المحاضر للحصول على حقها، وأيضا كي يتوقف عن ممارسات كهذه. نعم، كان من اللافت يا حازم أن مريم لم تذكر القصة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تفاعلت بشدة فيما يبدو مع المعلقين على قصتها على فيسبوك. هل أوضحت مريم كما تبعت لماذا قررت أن تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الجامعة بدأت التحقيق فعلا في الموضوع ووعدت بمحاسبة المخطئ؟ بالفعل محمد، في رد لمريم على سؤال بهذا المعنى على صفحتها الخاصة على فيسبوك، قالت إنها شعرت بأن الأمر لم يعد مسألة شخصية، هي قضية عامة تمس جميع المحجبات وكل امرأة. هي قالت أيضا القضية تمس كل شخص حر، له الحق في أن يكون كما يريد وأن يرتدي ما يريد، ولكل إنسان الحق بأن يعبر عن نفسه ويعبر عن هويته دون أن يحقر أو يهان. هي أضافت كذلك أنها إذا لم تقم بنشر قصتها أو التعريف بها، فأن ما تعرضت له سيتكرر مرات ومرات من نفس الشخص وضد طلاب آخرين. أوضحت أنها علمت من التعليقات على صفحتها أنها لم تكن الوحيدة التي تعرضت لمثل هذا الحادث، هناك آخرون تعرضوا أيضا لحوادث مماثلة، وطلبتهم بالإفصاح عنها وعدم الهروب من هذه الوقائع حتى يمكن القضاء على العنصرية والتمييز. طيب، هل من أمثلة حازم على ما ذكرته من آراء؟ صحيح محمد، هناك الكثير من الآراء. مثلا على صفحتنا على فيسبوك مشاركة علي الشيخ تقول: حالة حادثة مريم ليست جديدة على مجتمعاتنا العربية، بل متأصلة فيها بشكل شاسع ومتنوع كما هو معروف. برك عمر في مشاركة أخرى يقول: إذا كان هذا السلوك يصدر من أستاذ جامعي فهذه مشكلة، الأجدر به هو قبول حق الآخرين وإيمانهم بمعتقداتهم. من على صفحة مريم الشخصية مشاركة مهدي المصري تقول: شكرا مريم لأنك تجرأت وسجلت هذا الموقف الذي سيكون بادرة لاحترام الحجاب وعدم السماح لأحد للمس به. أبو عمر الغرناطي له رأي مختلف يقول: موقف جميل وشجاع منك، لكن الجامعة الأمريكية في الدول العربية هدفها تغريب الشباب المسلم ومحاربة هويته الإسلامية. جهاد إسماعيل يقول باللهجة اللبنانية: أحسنتي وبهني شجاعتك، أقل الإيمان الواحد يدافع عن المبدأ يلي مقتنع فيه، مش غلط إنك تحكي وين ما كان يلي صار معك، لأن حضرته ما خجل بتوجيهه هيك عبارات على الملأ وبشكل استفزازي. طيب، بمذا فسر المشاركون انتشار أو وجود التمييز في المجتمعات العربية وكيفية الحد من هذه الظاهرة؟ هناك تفسيرات مختلفة قدمها مشاركون في الحوار محمد، وأيضا هناك بعض الاقتراحات التي ساقها البعض ربما من شأنها تخفيف أو حتى الحد من هذه الظاهرة. مثلا زهراء تقول: سبب التمييز هو عدم التربية على احترام الغير، الفتاة هي الضحية دائما، فجامعات تفرض حجاب وأخرى تمنع، وكأن الفتاة ليس لها الحق في اختيار اللباس الذي يعبر عنها. حسن كافي له رأي مختلف يقول: لأن العرب يستمدون ثقافتهم من غير مجتمعاتهم، فإن هوجم الحجاب في مجتمعات أخرى رأوه خطأ. فارس الحسام في مشاركة أخرى يقول: الشحن الطائفي والمناطقي هو من سمح بوصول التمييز إلى مثل هذه الأماكن، وغياب التعايش الديني كان الداعم الرئيسي لانتشار هذا النوع من التدمير لمجتمعاتنا العربية ومنها لبنان التي كانت الأفضل عربيا من حيث التعايش دينيا وطائفيا. أخيرا عصام البرنس يقول: التمييز يقسم ظهر الشعوب ويكون كارثة حين يكون من قبل أستاذ جامعي، التمييز تمزيق وإهانة وإشعال فتيل الحرب بين الشعب الواحد ولن ينتهي إلا من خلال قوانين وعقوبات رادعة. نعم، فعلا يا حازم، يعني الموضوع أثار ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي كما تبعنا من الآراء، والأهم أنه هو الناس أخذت الموضوع إلى مناقشة الظاهرة بشكل عام على المستوى العربي. شكرا حازم في هذه المرحلة، وسنعود إليك لمتابعة
جديد، المشاركات إن وصلت. والآن إلى مجموعة أخرى من الآراء جمعناها هذه المرة من عمان، وسألنا هناك هل تنتشر ثقافة التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المظهر في مجتمعك؟ تعالوا نتابع. هلا هي الظاهرة منتشرة خلال 5 سنوات الماضية، لأنه في الإنسان هو عبارة عن مجموعة هويات، بقدر ما بيكون الإنسان إنسان بتغيب الطائفية والعنصرية والمذهبية، بقدر ما بيتخلى عن إنسانيته بتظهر الهويات الثانية اللي هي المذهبية والطائفية والعنصرية. حاليا إحنا في الوضع اللي إحنا فيه في تمييز بالدين كثير، من ناحية الدين في تمييز بالدين كثير يعني، والطائفية واللي بتصير قاعد وحوالينا وحوالين البلاد اللي إحنا فيها بصير في تمييز بالدين وبهاجم الدين الإسلامي أكثر إشي. بالمجتمع عندنا ما في أي تمييز لا ديني ولا عرقي ولا أي إشي. أنا بالنسبة لي هي يعني ممكن تكون يعني حالات فردية يعني تعكس يعني وجهة آراء أشخاص معينين بذاتهم، ما تمثل مجتمع ظاهرة يعني تكون ظاهرة كبيرة مثلا تمثل فئات كبيرة من المجتمع. للأسف هي آفة كبيرة بتدمر أي مجتمع شو ما كان قوي ومتماسك. بصراحة أنا يعني سافرت أكثر من بلد ما شفت هذا الموضوع شخصي، بس كنت أسمع من ناس كثير يعني إنه هناك في تمييز بالمعاملة، في تمييز بالشغل، في تمييز بالامتيازات. كما تابعنا ودائما الآراء تختلف، البعض رآه في إطار السلوك الفردي كما حتى استمعنا في القسم الأول من هذا البرنامج، والبعض الآخر رأى أن هذه ظاهرة والتمييز يشمل كل شيء حتى كما تحدث المشارك الأخير. لكن نستمع إلى رأي علي حورية وهو يتحدث إلينا من لبنان. مرحبا يا علي، كيف ترى الأمر؟ كيف ترى مثل هذه الواقعة وغيرها من الوقائع التي تندرج تحت إطار التمييز وتحدث في بعض المجتمعات العربية؟ يسعد لي مساك صديقي. ظاهرة التمييز في لبنان أصبحت كفوبيا عند ببلدنا، وهيدي ظاهرة أنا بشوفها ظاهرة سلبية وظاهرة مش صحية أبدا. تاني شيء بالنسبة اللي حصل مع مريم بالجامعة الأمريكية، هيدا عمل ندينه وعمل ليس عملا حضاريا ولا عملا ثقافيا ولا عملا ينم عن دكتور متحضر يحاضر في الجامعة الأمريكية. لا يحق لي أنا كإنسان أو كشخص أن أفرض على الآخرين رأيي، لكل إنسان رأيه ولكل إنسان حريته الدينية وحريته الثقافية، ولكن الفوبيا اللي حاصلة هي نتيجة الإشكاليات اللي عم بتصير بمنطقتنا من مثل ظاهرة داعش وما حصل في سوريا، وهذا عمل أعمال سلبية على مجتمعنا اللبناني وعم نشوف هذه الظواهر الغريبة العجيبة بالوقت الحاضر. شكرا جزيلا يا علي على هذه المشاركة، ودعونا أيضا الآن نضم للحوار وعبر الأقمار الصناعية من عمان هذه المرة الدكتورة سلوى العمد، تنضم إلينا أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ودراسات التنمية في جامعة فيلادلفيا في الأردن. ننوه مرة أخرى أننا حاولنا التواصل مع إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت وقالوا أنهم يرفضون أو يفضلون في هذه المرحلة عدم الحديث. مرحبا دكتورة سلوى. المتصل يقول يعني الظاهرة باتت مستشرية في لبنان وظاهرة في كل مناحي الحياة، فهل يمكن القول أن التمييز يرتبط بطبيعة مجتمع ما؟ لا، علميا لا نستطيع أن نقول أن التمييز يرتبط بمجتمع ما دون غيره، لكنني شخصيا أرى بأن التربية الأسرية والتربية في المدرسة وإعداد الطلبة في المدرسة كل هذا يعني مسؤول عن كيفية نشوء أفكار غير الأفكار السوية. وفي الحقيقة أنا يسعدني ما استمعت إليه من آراء فغالبها يتكلم بالاتجاه الصحيح. أنا أرى كما رأى عدد من الجمهور بأن الحجاب، ارتداء الحجاب أمر شخصي، ومن حق المرأة هي أن تقرر أن ترتدي الحجاب أو لا ترتديه. نعم. وأستغرب الحقيقة أن الدكتور سمير خلف يعني قد قال ملاحظة كهذه، خاصة وأنه هو نفسه يعني أنا أعرفه فقد كنت في الجامعة الأمريكية، حضرت في الجامعة الأمريكية الماجستير
وبالتالي أعرفه وأعرف يعني أجواء الجامعة الأمريكية. في غضون الحرب الأهلية وفي الثمانينات لم يكن في الجامعة أي تمييز على الإطلاق، ولم تكن هناك إشارات يعني تلوم الطالبات على الحجاب أو عدمه. طيب يا دكتورة، وهذه الملاحظة يعني طيب ده كلام لافت اللي حضرتك بتقوليه، سواء عن الوضع في الجامعة الأمريكية أو عن الدكتور سمير، وأنت ربطتي التمييز بمسألة التربية. أنا مش عايز أقفز طبعا قفزات بعيدة، لكن سؤالي كيف يمكن تفسير ما قام به الدكتور سمير خلف وهو أصلا أستاذ علم اجتماع؟ كنت أتمنى لو أنهم لم يفعل هذا، لأن الدكتور سمير، مع أنني لا أحب أن أشير إلى هذه الناحية، الدكتور سمير مسيحي لبناني وماروني، وكان يجب عليه أن يكون أكثر حذرا من ذلك وأكثر انفتاحا يعني من هذا الجانب، خاصة في هذا الزمن بعد كل مرور هذه الحروب الطائفية والتعصبية التي نعيشها الآن في آخر 7 سنوات. ولكنني أعتقد بأن الذي جرى هو أننا في تربيتنا لا نقبل الآخر كما هو، ولا يجوز أن نتكلم عن الديمقراطية ونحن لا نقبل الآخر، لأن الآخر ليس بالضرورة انعكاس لأفكارنا. تمام يا دكتورة، خلينا نستمع لآراء الناس برضو في هذا النقاش قبل أن أعود إليك. إسراء صالح تحدثنا من الأردن، مرحبا يا إسراء. هل ما حدث في الجامعة الأمريكية في بيروت صادفتي وأن حدث في عمان في أي مؤسسة أكاديمية، أو حتى بأي صورة من الصور، صور التمييز يعني؟ التمييز بشكل عام بالمجتمعات العربية موجود، ولو ما كان موجود كما لما كانت المجتمعات مبيئة خصبة للفتن التي تنخر بها. بالنسبة للأردن نوعا ما نفس بيئة لبنان بالتنوع ومختلف الأعراق والأديان، لكن سمة هذا التنوع التعايش بين مكوناته في حالات فردية، لكن انكسرت بظل الجو العام هو التعايش بين أفراد المجتمع. مثلا إحنا عندنا تمييز بين الأردني والأردني من أصل فلسطيني في الدوائر الحكومية والجامعات، وأيضا كان تمييز عشائري، وصار عدة مشاجرات في السنوات القليلة الماضية في الأردن بسبب خلفيات عشائرية وصلت لتدخل أمني. هلا الفكره ما سبب التمييز؟ ليش اصلا في تمييز في مجتمعاتنا؟ وانا مع الدكتوره يعني سبب للتربيه والمنظومه التعليميه ايضا. تمام، طب اسراء ليه يعني منظومه التربيه والتعليم في العالم العربي تفرز هذه الاتجاهات للتمييز؟ لماذا تفشل او لم تنجح بشكل مرضي في مواجهه ظاهره التمييز؟ انت كمواطنه اردنيه، انا مش عارف انت ام أم لا، بس إزاي التربية والتعليم في العالم العربي لا يستطيع أن يواجه هذه الظاهرة؟ إسراء؟ عفواً، لا ما سمعت. أنا كنت أسألك يعني كيف أن منظومة التربية ومنظومة التعليم في العالم العربي لا تتمكن من مواجهة ظاهرة التمييز؟ ليه؟ إيه الأسباب في رأيك؟ لا أنا كما قلت لك هي حالات فردية، وأنا يعني من جيل لجيل ظاهرة التمييز عم بتقل. أنا لست أم، لكن يعني جيلي بعتقد ظاهرة التمييز أقل من قبل، لأن الوعي والثقافة عم بتزيد، وبرضه هذا بعود للمنظومة التربوية والتعليمية، هي لا تعمل دورها على أكمل وجه لكن هي تسعى إلى ذلك. طيب برضه بدي اضيف نقطه، القوانين في حد ذاتها تحمل طابع تمييزي. لما تيجي الدوله مثلا تعطي الافضليه لابناء العسكريين في المقاعد الجامعيه بغض النظر عن المعدل، هاي بتعمل فجوه بين طبقات المجتمع وبتعمل حقد وبيره مما يولد التمييز. فالقوانين بحد ذاتها احيانا سبب للتمييز، تكون ذات طابع تمييزي. طيب محمد قاسم ينتظر على الخط، شكرا يا اسراء. ومحمد أرحب بك، وإيه رأيك؟ هل نلتقط الخيط من إسراء؟ هل للقوانين دور ربما في عدم القدرة على مواجهة ظاهرة التمييز في العالم العربي أو في انتشارها أو وجودها في البلدان العربية؟ مساء الخير بالبداية. أنا حابب أوجه أو أعيد على كلام الدكتورة أنه إحنا تنشئة هي عامل أساسي أو هي الدرجة الأولى
في محاربة التميز أو التمييز سوري. كان شقة البيت تتلوها المدرسة، هاي الحالة هدول عوامل بتساعد إنه الطفل ينشأ على تقبل الآخر أو تقبل الاختلاف. هلا البيت والعائلة والمدرسة أكيد إذا بتسأل أي حدا بالمجتمع العربي أو المجتمع الأردني بالأخص هو مجتمع بتقبل الآخر لسبب إنه إحنا مجتمع في أكثر من طائفة، في أكثر من جنسية، في أكثر من ديانة. الفكرة عام ما حتلاقي حدا بيوجه الموضوع أو بينتقد فكرة تقبل الآخر، بس طبعا نوعا ما بتلاقي هاي الشوائب عم تتأثر فيها الأطفال أو بتأثر فيها المجتمع. ليه؟ منها أول إشي القوانين مثل ما حكت أنس وإطفاء، القوانين بتعكس بصورة غير مباشرة جزئية من بسيطة لو بسيطة بتكون من التمييز بين شخص لشخص، من جنسية لجنسية، في وظائف معينة هي محصورة على جنسية معينة. نوعا ما شركات ومنشآت معينة بناء على الدين بتوصفك، فهاي الشوائب هي اللي تأثر على تنشئة البيت. مع الزمن راح تلاقي احنا نفسنا بننتقد التمييز، احنا نفسنا اكثر ناس نمارس صحيح. ما هي دي المشكله، هي دي المشكله محمد، ان احنا بننتقد كثيرا لكن يعني المجتمع كله بيسير ساعات في اتجاه تمييزي بحت. شكرا يا محمد على هذه المشاركه. اعود لك دكتوره سلوى، إذا كانت هي مشكلة تربية وتنشئة لماذا تفشل المجتمعات العربية، وأنت الخبيرة، لماذا تفشل هذه المجتمعات في تنشئة أجيال تقبل الآخر، تتسامح مع الآخر وترفض التمييز؟ يا أخي لأن هذه المجتمعات قائمة على مسائل أصلا بنيت خطأ. فأولا مثلا عندنا في الأردن وفي معظم العالم العربي تغيرت مناهج التدريس إلى مناهج أقل توعية للإنسان في التعامل مع الآخر، وانتبهت إلى مواضيع مسطحة وليس إلى العمق. هذه ناحية. الناحية الثانية، أنا أرى أن التمييز في كل مكان وليس في المجتمع العربي نفسه. فمثلا عندما كنت في بريطانيا أعد دكتوراه قلت لرئيسة قسم الأنثروبولوجيا أن بريطانيا لا يظهر فيها كثيرا موضوع التمييز العنصري أسود وأبيض العرقي يعني، وإنما فيها عنصرية ثقافية، وقد وافقتني على رأي هذا. فبمجرد أن يعرفون مثلا أن فلان عربي أو فلان مسلم، بعض الناس وليس الكل طبعا، المجتمع البريطاني مجتمع مدني راقي الآن، ولكن عندما كنت هناك كانت الأمور لا تزال مختلطة نوعا ما. بس يا دكتورة، عانينا الكثير إبان الحرب العراقية. صحيح، لكن ما هو حين يميز المجتمع الغربي ضد ثقافتنا نقول يميزون ضدنا، لكن إحنا لا نقل تمييزا ونميز ضد بعضنا بشكل ربما أكثر شدة وأكثر وضوحا. وسؤالي، هل يعني ما الذي قاد المجتمعات لتكون أو العربية تسير في هذا الاتجاه؟ يعني هل القوانين، هل منظومة القوانين مثلا ضعيفة، أو منظومة القوانين أصلا تحض على التمييز؟ هل الحكومات تقود المجتمعات لهذا الاتجاه؟ بلا شك أن للقوانين والدولة دور كبير في ذلك. فمثلا عندما تكون القوانين تميز ضد المرأة وبشكل مستتر أحيانا، طبعا هذا سيؤثر. ولهذا أنا رأيي الشخصي أن التغيير في القوانين مسألة أساسية في القضاء على التمييز. الشيء الثاني الذي أريد أن أشير إليه هو أن التمييز غالبا تجاه الضعفاء وتجاه الأقل حظا. فمثلا ربة المنزل عندما تكون لديها خادمة قادمة من شرق آسيا، لو سرق شيء في منزلها قد يكون ابنها أو ابنتها قد سرقوا، ومع ذلك تتهم فورا الخادمة، لأن الأضعف هو يعني هي لا تريد تفتيت أسرتها فتتهم الخادمة بأنها هي التي سرقت. دائما في مجتمعنا، إذا بتسمح لي بس أكمل الفكرة، دائما التمييز طبقي، الغني ضد الفقير والكبير ضد الصغير، وهذا في كل مكان. لكن السؤال يا دكتورة، إذا كانت هناك مشكلة في القوانين أو في دور الحكومات،
هل تنجح القوانين المشددة مثلا في تغيير الموروث الثقافي؟ ما في تمييز واضح في العالم العربي على أساس الموروث الثقافي كالتمييز القبلي مثلا. نعم، إذا كانت القوانين تسعى لإلغائه فبالتأكيد أنها مع الوقت ستكرس وضعا جديدا، لأن القوانين ملزمة، يستطيع الإنسان أن يلجأ إلى القوانين إذا ما تعرض للتمييز ضده. نعم. طيب باختصار يا دكتورة، يعني متى ربما تقل هذه الظاهرة في المجتمع العربي؟ هل قريبين من 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 هذا الحلم؟ والله أشياء كثيرة لسنا قريبين منها، أحلام كثيرة لسنا قريبين منها في الوقت الحاضر. فبعد كل هذه الحروب في العالم العربي نحن ننشغل أكثر بما يجري هنا وهناك من تفاصيل يومية، والحكومات لا تسعى جديا لجعل المجتمع أكثر استقرارا، لأن استقرار المجتمع ينميه ويقويه، وليس هذا فقط. نعم. المجتمع نفسه يستطيع أن يكون مجتمعا قويا لو أنه يعيش حالة استقرار. وبلادنا العربية لا تريد للمجتمع المدني أن يستقر. شكرا دكتورة سلوى العبد، أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ودراسات التنمية في جامعة فيلادلفيا في الأردن. وبذلك نصل إلى نهاية حلقة اليوم. مشاهدينا في كل مكان بإمكانكم المشاركة في الجزء الإذاعي من هذا البرنامج. شكرا جزيلا مني أنا محمد سيف النصر ومن فريق حلقة اليوم. إلى اللقاء.